مستوى متوسط واقل من المتوسط، بجوز اسوء مباراه نلعبها من بدايه الدوري. السبب واضح طبعا، هي ارضيه الملعب، الشكل اللي لعب فيه فريق الوحده. بنعرف فريق الوحده فريق كبير، لكن لعب بتكتل دفاعي، وهذا الشيء واضح من بدايه المباراه. انت اذا ما تكون ارضيه الملعب جيده مثل مباراه حطين، نفس الاسلوب، لكن مباراه حطين كانت الارضيه جيده، فانت قادر توجد حلول. اليوم ما في حلول، الحل هو عباره عن الباص الطويل بس، فكان اللعب مباشر سواء منا او من الطرف الثاني. فريق الوحده عم يلعب بتكتل دفاعي، عم يلعب على المرتده، وهذا اسلوب يحترم، وتحصل على فرصتين من الهجمات المرتده. فريقنا استحوذ، لكن استحواذ سلبي. احنا عطينا نص الملعب لكن ما استفدنا من هالشيء بسبب سوء ارضيه الملعب. ما فينا نلعب ثلاث تمريرات، كله لعب مباشر، وهذا ما هو اسلوبنا. بتصور اليوم لعبنا بغير اسلوبنا، وهذا الشيء ما نجحنا فيه. بنعتذر من جماهيرنا اكيد على النقطتين اللي ضاعت، ما لنا بيومنا بصراحه. ما ارضيه الملعب ما عم تساعدنا، ما عم نحسن نوجد الحلول. باص والثاني الكره عم تطلع وتنزل، فصرنا نلعب لعب مباشر. لا، لعبنا اول مباراه بالحمدانيه كان ممتاز، ملعب حمص كان ممتاز، والجلاء الثلاث ملاعب لعبناها جيده. اليوم اول اختبار سيء بصراحه، فشلنا فيه، لكن احنا بجوز كانت تنقصنا اللمسه ما قبل الاخيره، كنا نحاول ننوع بالكرات العرضيه، بجوز ما توفقنا بهالشيء. فهي حال كره القدم، بتصور هي ما ادينا مستوى يناسب فريقنا وطموحنا وطموح هذا الجمهور الكبير اللي ساندنا. انا بعتذر منه، لكن هذا الشيء واضح، شفنا اليوم ارضيه الملعب شلون مشيت المباراه. اكيد جمهورنا كلنا نوجه له تحيه، لانه عم يرافقنا وين ما كان، على بالملاعب، بالتواصل الاجتماعي، حتى على الفنادق عم يجينا. بس بيلي عتب صغير يعني بعد اذنك، لجنه الحكام، بما انه الحكام لازم اللي موجودين بارض الملعب ما يعطون للاعبين حافز، انه كل ما وقع حدا ما بيحكوا معهم مره مرتين، اذا بيهددوه ويعطيه بطاقه ما عاد يشوف. احنا ما لعبنا يعني ربع ساعه، ما لعبناها يعني شوي، بس شوي صرامه، لانه هن اللي لازم يطوروا كره القدم. احنا بدنا نضل هيك تلعب خمس دقائق وتوقف 10 دقائق، هيك مو رياضه. هي مباراه صعبه يعني مع الفتوه، خصوصا الفتوه بتعرف في نجوم كثير، فريق مكلف هذا الموسم كثير، طموحهم كبير، اخذين نفس بالدوري، اخذين نتائجهم جيده، فهي كانت استمراريه بالنسبه لهم. ودائما مهم جدا بدايه انطلاقه الدوري اول اربع مباريات انك تفوز وتاخذ ثقه ولا تستمر. نحن بامس الحاجه كنا اليوم لنقدم مباراه كبيره، بالاضافه لنحقق نقاط، نقطه بالنسبه ما نزلنا لنلعب على نقطه، لكن بدنا نكون واقعيين يعني قياسا وضع الفريقين، هن اجهز، عندنا لاعبين موهوبين ثقتنا كبيره فيهم، لكن محتاجين معدل مباريات. كان التحدي بالنسبه لنا اليوم هو بالتنظيم الدفاعي، هدول الشباب كانوا جدا منضبطين، بيستحقوا الشكر من اول لحظه بالمباراه لنهايه صافره الحكم. كان في انضباط عالي تكتيكي دفاعيا، هذا كان امر جيد، اشتغلنا على التحولات، كان لازم نسجل، كنا محتاجين جرأة أكثر. لو كان يعني كان عنصر الخبرة موجود كان ممكن حسمنا المباراة لصالحنا. فنحن من بداية المباراة دخلنا لنجيب ثلاث نقاط، بنعرف نقاط قوة الفتوة على شو عم يعتمدوا، على أظهرتهم، على الطابات العالية عندهم أطوال. كان عندنا معركة اليوم بالكرات الهوائية، الحمد لله قدرنا يعني نعمل شيء بهالمعركة، بالإضافة عندهم مهاجم يعتبر من اهم مهاجمين الدوري، فهذا الموضوع كله كنا اخذينه بعين الاعتبار. بالرغم من كل شيء كنا قادرين نحسم اللقاء لصالحنا. نحن طول الاسبوع اشتغلنا مع الكابتن عمار على التنظيم الدفاعي، يعني انت تعرف عم نلعب ضد فريق يعني تقريبا منتخب، فيه عناصر منتخب كثيره، نحن تقريبا خمس ست لعيبه شباب صغار. الحمد لله رب العالمين توفقنا، طبقنا التعليمات كلها، ونحن ما زلنا مثل ما قال الكابتن عمار انه ناخذ نقطه تعادل. نحن كثير استفزنا الحكي انه والله نعطيكم اثنين وفازنا نربح اربعه خمسه، سمعنا كثير هالحكي، حاولنا كثير انه ننظم مباراه ونفوز فيها، بس الحمد لله رب العالمين نقطه مع هاللعيبه الشباب اللي ناقصهم خبره، بدهم صبر من الجمهور، نتمنى من جمهورنا كمان يكون حضورهم اكبر مشان يساندوا هالشباب. والحمد لله رب العالمين ان شاء الله بالايام الجاي مع الكابتن عمار والتنظيم اللي عم نشتغل عليه باذن الله، الفريق كل مباراه عن مباراه بيتطور اكثر.